جرائم غريبة على مجتمعنا المحافظ المتماسك، وأحداث مقلقة تزداد وتيرتها بتنا نشهدها بشكل شبه أسبوعي وتطالعنا بها عناوين الأخبار. إحباط عملية تهريب على إحدى الواجهات الحدودية، قضية دهم الكرك، أشتال الماريجوانا في البلقاء، حجارة الكوكايين في عمان، ومزرعة الحلابات في الزرقاء، وغيرها الكثير. ومن ثم يهتز الشارع الأردني لوقوع جريمة مروعة فاعلها مدمن أو قوامها المخدرات. التهريب والاتجار والحيازة والتعاطي وما ينتج عنها من قتل أو سرقة جرائم تمس الاستقرار الأمني وتضرب أعماق المجتمع وتستهدف بنيانه. عدد جرائم المخدرات في الأردن في العام 2020 بلغ أكثر من 20,000 جريمة، وبارتفاع نسبته نحو 3% مقارنة مع العام 2019. وبلغ عدد الجرائم في عام 2019 19,500 جريمة توزعت على جرائم الاتجار بالمخدرات، جرائم حيازة والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم تعاطي. أما النصف الأول من العام الحالي 2022 فشهد 8,489 جريمة توزعت على 2,490 قضية مخدرات و 6,000 قضية تعاطي. ونضيف أنه في عام 2021 بلغ عدد المضبوطين بقضايا المخدرات 29,000 تاجر ومتعاطٍ. وفي زمن المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ما عاد إخفاء الجريمة أمراً اعتيادياً، فالأخبار تنتشر بسرعة قياسية وتناولها لا يتوقف. وفي السنوات الخمس الأخيرة أظهرت تقارير مديرية الأمن العام انخفاض نسبة الجريمة في الأردن. جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين في الأردن سجلت العام الماضي، هذا ما أشارت إليه مديرية الأمن العام في تقاريرها السنوية وبياناتها الرسمية التي أكدت انخفاض أعداد الجرائم المرتكبة في الأردن بنسبة 5.3% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما انخفضت أعداد الجرائم خلال العام الماضي تحديداً بنسبة 15% مقارنة بالعام 2020. جرائم آفة المخدرات على وجه الخصوص سجلت انخفاضاً بمعدل 9% منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 26 من شهر حزيران الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا بفضل جهود إدارة مكافحة المخدرات التي ركزت على قضايا الإتجار ومداهمة المروجين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قضايا التعاطي. مكافحة الجريمة بكل أشكالها وجرائم المخدرات تحديداً يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية للبحث والتعمق أكثر في أسباب ودوافع ارتكابها والعمل على معالجتها من كل الجوانب مع تشديد العقوبات التي من شأنها أن تشكل رادعاً للمجرمين. حرب المخدرات في الأردن تثير تساؤلات حول علاقة المخدرات بارتفاع معدلات الجريمة، وكم من المدمنين ارتكبوا جرائم ضد أقرب الناس إليهم، وهل بالإمكان احتواء انتشار المخدرات بتكثيف الحملات الأمنية أم أن هناك أدوات أخرى ينبغي استخدامها؟ هذه الأسئلة نطرحها للنقاش في ملف هذا الأسبوع مع ضيفتي عبر خدمة زوم الأستاذة في علم الجريمة خولة الحسن. أهلا بك أستاذة خولة. بالبداية، متلازمة الاتجار، الحيازة والتعاطي، هل يمكن فصلها عن بعضها البعض؟ بداية مساء الخير لرؤية ولكل المتابعين. جرائم المخدرات سواء كانت حيازة أو تعاطي أو اتجار لا يمكن فصلها عن بعض، وأيضا لا يمكن فصلها عن باقي الجرائم العنيفة، خلينا نحكي، اللي بتحدث في مجتمعنا الأردني. مع المقدمة التي تم ذكرها بأنه انخفاض الجرائم بشكل عام خلال السنوات الماضية في المجتمع الأردني وهو صحيح باستثناء جرائم المخدرات التي كان فيها زيادة غير مسبوقة،
وعادة ما يتناول تقرير الإحصاء الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية مديرية الأمن العام هذا الموضوع بشكل منفصل وبشكل دقيق ومحدد. فالجرائم كاملة يعني مبوبة حسب أبواب، وجرائم المخدرات تأخذ باب خاص فيها، وذلك لأهميتها وضرورة التركيز عليها. نعم أستاذة، أمام أرقام قضايا المخدرات، هل نحن أمام مشكلة حقيقية على المستوى الداخلي؟ إحنا أمام مشكلة، ومشكلة حقيقية ومشكلة كبيرة جداً على المستوى الداخلي، لا وذلك لأن معدل ارتكاب جرائم المخدرات في العشر سنوات الماضية زاد بطريقة غير مسبوقة. فمثلاً كان معدل ارتكاب جرائم المخدرات لعام 2012 لكل 10,000 نسمة من السكان، وهو هذا المعدل الأدق، كان 7 جرائم مخدرات بالفروع الثلاثة اللي هي الحيازة والتعاطي والاتجار. وعندما نتحدث عن 2021 إحنا عندنا معدل جريمة لكل 10,000 نسمة من السكان 17 جريمة، إذن الزيادة غير مسبوقة. وإن كان لأمانة للدقة والأمان العلمية إنه 2021 كان هناك انخفاض بمعدلات الجريمة بنسبة 5%، إلا إنه مع هذا الانخفاض إلا إنه كان جرائم الاتجار بالمخدرات زادت بنسبة 23%، وجرائم التعاطي أيضا زاد بنسبة 175%. إذن إحنا مع انخفاض المعدل العام إلا إنه إحنا في عنا خصوصية أمام التعاطي وأمام الاتجار. وإذا ما ذكرنا بأنه جرائم الاتجار بالمخدرات لدى الأحداث وهي الفئة اللي أقل من 18 سنة زادت بنسبة 13%، وجرائم التعاطي لدى الأحداث زاد بنسبة 300%. فلما وهل هي الفئة يعني إذا أفهم هل هي الفئة العمرية الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات؟ هي فئة من الفئات الأكثر عرضة اللي هي الأحداث، ولكن فئة الشباب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً هم أيضاً عرضة لتعاطي المخدرات. في عنا كمان معلومة مهمة جداً، وأنه جرائم تعاطي المخدرات المرتكبة من قبل أجانب زادت بنسبة 650% بهذا العام، يعني عام 2021 عن العام اللي سبقه. فإحنا أمام مشكلة كبيرة ومشكلة حقيقية، واللي الآن شايفين أنها عم تتوج هاي المشكلة والطريق لحلها من خلال الجهود اللي عم تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، القوات المسلحة، يعني كل هاي الجهود هي اللي أسفرت على أنه يوصلوا لمن يعني تسول له نفسه بأنه يعبث بأمن المجتمع الأردني ويقوض أمن شبابه وبهذه الجرائم. نعم، ونتذكر هنا حديث جلالة الملك عند زيارته إلى إحدى الواجهات الحدودية، تحدث عن العين الحمراء، وندرك حجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة وإدارة مكافحة المخدرات، لكن عادة ما يكرر المسؤولون كلمة أن الأردن هو محطة عبور للمخدرات. هل نحن فقط محطة عبور أم بتنا يعني بالواقع مستقر لها؟ والله الأرقام تشير بأن يعني الآن الخطر يحدق بشبابنا، وأنه جرائم التعاطي، جرائم الاتجار باتت مشكلة كتير كبيرة، وبطلنا ممر ومنطقة عبور، لأنه طالما في عنا مروجين وطالما في عنا من تسول له نفسه بالعبث وتحقيق الربح غير المشروع من هذه الجرائم، إذن إحنا أمام مشكلة حقيقية. سيدتي في عنا كل 27 دقيقة و 29 ثانية عم تقع جريمة مخدرات. هذا الرقم وهاي المعادلة، يعني هاي المعادلة صعبة كتير. المفروض إنه الكل يشتغل فيها ضمن منظومة متكاملة، والجهود الأمنية اللي مبذولة صراحة، ونسبة اكتشاف جرائم المخدرات التي تكاد تصل إلى 99%، هاي هي اللي عم تترجم على أرض الواقع في ملاحقة المتورطين بهذه الآفة الخطيرة. نعم سيدتي، وماذا عن أن تعاطي المخدرات ناجم عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ هل هذا هو السبب الوحيد الرئيس لتعاطي المخدرات؟
لا أعتقد بأن الأوضاع الاقتصادية هي السبب الوحيد أو الاجتماعية، ولكن هناك عوامل أخرى تلعب دور ودور كبير في التورط بهذا النوع من القضايا، وأنا أعتقد على رأسهم رفقاء السوء، لأنه تجربة التعاطي، وإذا ما يعني عملنا دراسة وخضنا معمقا في الأسباب التعاطي سنجد أن رفاق السوء لهم تأثير كبير، فهي تبدأ كتجربة تسلية، ومن ثم يجد المتعاطي نفسه متورط بهذا النوع من الجرائم. أما بالنسبة لمن يتاجر بالمخدرات ويتاجر بهذه السموم أو بالحيازة المواد المخدرة، فأعتقد أن السعي غير المشروع وراء يعني وربح غير مشروع والسعي لتكوين ثروة، فأعتقد أنه هذا عامل كتير بيلعب دور، بالإضافة إلى التفكك الأسري. ما أعتقد أنه شخص يتورط بالمخدرات هو شخص عنده ضبط ذات عالي، وإنما ضبط الذات لديه منخفض ومنخفض جداً، إضافة إلى فقدان الهوية، عدم متابعة الأهل. عامل البطالة يلعب دوراً كبيراً في الانخراط بهذا النشاط الإجرامي، أيضاً غياب القدوة، وإلى بالإضافة إلى دور الإعلام، وخاصة فيما يعرضه من أفلام سواء بتعاطي حشيش أو ما تعاطي حشيش. أيضا الإعلام له دور لا يجب أن ننكره ونقف يعني بعيدين من سلط الضوء عليه. هناك أسباب عوامل فردية ذاتية شخصية نابعة من الشخص نفسه، وهناك عوامل مجتمعية تلعب دورا كبيرا، ولا يمكن أن نقول العامل الوحيد هو عامل اقتصادي أو عامل اجتماعي لحاله، نعم. وإنما هو عبارة عن مجموعة من العوامل يعني متشابكة تؤدي إلى هذا النوع. نعم، اتضحت الصورة. أستاذة خولة، تحدثت عن أهمية تقاسم الأدوار، برأيك يعني كيف تبدأ مواجهة هذه الآفة؟ لابد من يعني التعامل بشكل شفاف وواضح مع المتعاطين، والمتعاطي هو الحلقة الأولى للوصول للشبكات المروجين ومحاربتهم في عقر دارهم. يعني هناك جهود أمنية تقع على الأجهزة الأمنية، وهي الآن تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن يجب أن يكون هناك دور للأهل، للمدرسة، للمجتمع، للحي، بالتبليغ عن من حتى يتم يعني أنه مجرد شكوك انه قد يكون متعاطي، وخاصه انه يعني السلوكيات تظهر عليه. يعني هي جريمه غير مخفيه، هي ظاهره، هي واضحه، اي شخص يستطيع ان يميز بان الشخص اللي بيتعامل معاه يتعاطى او لا يتعاطى، فهناك علامات ظاهره سلوكيه وجسديه تظهر على متعاطي. وايضا هناك دور كبير على الاهل وعلى انهم يلجأوا على انهم يعالجوا ابنائهم في مرحله مبكره قبل ان يفوت الفوت، وهذا بيتطلب منا يعني بشفافيه بان يكون هناك تركيز على مراكز معالجه المدمنين، لانه بهاي الاعداد وبهاي الاعداد من المتورطين في قضايا ادمان، لا اعتقد انه المراكز اللي موجوده عندنا على حرفيتها ومهنيتها قادره انها تلبي الطموح، وخاصه انت اذا تطالبين ما بزياده عدد هذه المراكز. نعم، وايضا عدم اهمال الموقوفين بهذه القضايا، لانه العلاج يتم فقط للمحكومين بهذه القضايا، ويجب ان يكون بناء على رغبه الشخص. نعم، يعني اتضحت اذا لم الصوره كيف لا يمكن علاجه. نعم، شكرا لك الأستاذة في علم الجريمة خولة الحسن، كنت معنا عبر خدمة زوم.